صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الثلاثة 18 أيلول. عدسات لاصقة مزيفة بالأسواق اللبنانية، ويا عين يا ليل. الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الدكتور وديع الحاج ببلدته بسكنتا، بالإضافة إلى محطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج. أما ضيوفنا لليوم فهن الدكتور رياض صقر، نائب رئيس جامعة الأيو أس تي ومؤسس مدرسة أمريكان هاي سكول، لنحكي معه عن المناهج التربوية الحديثة وكيفية تطويرها، وعبد العزيز العائدي مدير فرقة إيد وحدة دمى، لنضوي معه على مسرحية دمى بورتري على مسرح مترو المدينة. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، البداية مثل كل صباح مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ وسام أبو خشفة معنا على الخط لنأخذ منه كل التفاصيل عن طقس يوم الثلاثة، وطبعا كيف رح بيكون الطقس خلال الساعات والأيام اللي جاية. أستاذ وسام صباح الخير. صباح نور، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضل بالتفاصيل، هيك خلينا نأخذ صورة عامة عن الطقس قبل ما نفوت بتفاصيل اليوم. نعم، إذا طقس صيفي هلا نسبيا حار خاصة بالسواحل الشمالية خلال هاليومين المقبلين، يعني اليوم طقسنا قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. هلا درجات الحرارة بتبقى دون تعديل، بس نسبيا صوب المناطق الساحلية الشمالية عم تكون مرتفعة، عم تسجل 34 درجة. كمان كفي معنا هذا الطقس للأربعاء والخميس، غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة بتبقى دون تعديل. بالأرقام على الساحل لليوم تتروح من 23 ل 34 درجة، فوق الجبال من 15 ل 27، بالأرز من 14 ل 22، وبالبحر من 16 ل 35. الهواء عم بيكون جنوبي غربي سرعته بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، انكشاع متوسط بسوق أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب. رطوبة على الساحل عم تبقى مرتفعة بين 60 و80%، البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 28 درجة، واخيرا الضغط الجوي 758 ملم زبر. اوكي، نحن بنتشكرك على وقتك استاذ وسام، نتمنى لك نهار حلو. لكم كمان شكرا. صباح الخير جوال. صباح الخير بيارات لك لكل يلي عم بيتابعونا. جوله على عناوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت. اليوم الثلاثة 18 أيلول 2018، ومثل العادة البداية مع النهار، وفي عناوين لليوم تهدئة جنبلاطية والتأليف في الدوامة، أزمة التأليف على حالها، وبري يهيئ لجلسة تشريعية في آخر الشهر، أرقام غير مشجعة أمام لجنة المال، ونفي للضرائب الجديدة والزيادة على البنزين. أيضا في عناوين النهار وبالأخبار المحلية، عون والطائف بعد 29 عاما فصل أخير من حرب الإلغاء. الأخبار المحلية أيضا، كهرباء لبنان توضح نقاطا وتؤكد أخرى. المصارف بين الضغوط التشغيلية ومطالب الموظفين. صفقة سوتشي لإدلب تبعد النظام وتنهي النصرة. مرشح ترامب للمحكمة العليا متهم بمحاولة اغتصاب. وبختم ضمن الافتتاحية بقلم الدكتور نصيف حتي ومقالته، صفقة القرن أم صفقة القرن؟ إلى الحياة، وفي عناوين، قمة بوتين أردوغان تبدد كابوس الهجوم على إدلب، اتفاق على منطقة عازلة منزوعة السلاح، وسحب المعارضة المتشددة، وتأكيد روسي لموافقة دمشق. منطقة الساحل والصحراء خيار مرجح لمسلحي النصرة. واشنطن ترحل عائلة السفير الفلسطيني والرئيس يعينه في لندن. عباس يبحث عن رعاية أوروبية للسلام. تجميد أرصدة أبناء جنرالات وإقالة مسؤول مطار العاصمة. فصل ثان في تغييرات الجيش الجزائري، إقالة قائدي القوات الجوية والبرية. توافق شيعي على ترشيح عادل عبد المهدي خلفا للعبادي. ماي تتحدى خصومها، إما خطتي وإما بريكزيت بلا اتفاق. تجدد الاحتجاجات في حضرموت وأزمة وقود في مناطق الحوثيين. وختاما، نجاد رئيس استخبارات الحرس الثوري يلفق اتهامات. منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل. الدفاع يهرب من قوة الادعاء بمبايعة حزب الله. روسيا تركيا استقرار إدلب. هجوم صاروخي على اللاذقية. وأيضا في المستقبل، الملك سلمان يرعى قمة تاريخية بين جيبوتي وأريتريا. الذكاء الاصطناعي يهيمن بحلول 2025. وبالأخبار الرياضية، دوري أبطال أوروبا الأغلى ينطلق اليوم. وبختم بقلم أسعد حيدر، حصار باب المندب من القرن الإفريقي.
من المستقبل إلى الأنوار، وفي عناوين: مرافعات الدفاع في لاهاي والمشنوق يرفض إطلاق اسم متهم على شارع، الجيش اللبناني يستضيف بطولة عسكرية عربية، حريق مصنع إسفنج بالبقاع، الإعلام الرسمي السوري سقوط صواريخ على مواقع في اللاذقية، العبادي سننشر قواتنا على الحدود مع تركيا. وبقلم المحلل السياسي: عيب أن توجه لدولة الكويت الشقيقة غير كلمات عرفان الجميل. اتفاق بوتين وأردوغان على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب. واشنطن: الأسوأ من الإعصار لم يأتي بعد، 55 شخصا طمرتهم العاصفة في الفلبين. وبالأخبار الاقتصادية: أرامكو السعودية تنفق 133 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز. وبختم بقلم رفيق خوري: حسابات لعبة أكبر من معركة إدلب وسوريا. من الأنوار جولتنا من تبع، ونوصل إلى اللواء، وفي عناوين: الطبقة السياسية تستيقظ، المواجهة في سوريا تهدد الاستقرار، احتواء المخاوف الضريبية والتوتر العوني الجنبلاطي وإعادة الملف الحكومي إلى الطاولة، صواريخ معادية على اللاذقية تستهدف مؤسسة الصناعات التقنية، قمة سوتشي إدلب منزوعة السلاح تحت سيطرة روسية تركية، 95 إصابة برصاص الاحتلال في مسيرة غزة البحرية، بناء استيطاني جديد في القدس ووفد فرنسي متضامن في الخان الأحمر. وبالأخبار الرياضية: لبنان يضيع الفوز في نيوزيلندا. وبختم بقلم العميد الركن خالد حميدي: اتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا خطوة على مسار الأمن القومي العربي. من بعد اللواء نوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية، بترجم العناوين: The Daily Star، روسيا وتركيا توافقان على إنشاء منطقة عازلة في إدلب، ترامب يدعم مرشحه للمحكمة رغم ادعاءات الاغتصاب، بيلوريان لوجور، وفي عناوين: بوتين وأردوغان يتجنبان الاعتداء على إدلب ويتفقان على منطقة عازلة، أوقف النار بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراقي، محامي حزب الله هو من يدافع عن عياش في المحكمة الدولية. جولتنا بالتبعة، ومنوصل لعناوين صحيفة الشرق: اشتدت فهل تنفرج، وقف التصعيد بين التيار والاشتراكي، ماكرون في لبنان في شباط والمساعي الفرنسية مستمرة، لا ضرائب جديدة في موازنة 2019، المشنوق يناشد العرب والمسلمين إنقاذ المقاصد، سلامي المطلوب دفع وتيرة النمو من خلال الإصلاحات، إسرائيل أشرف مروان كان عميلا لنا، الكلام المنسوب للشعار عن عمر كرامي غير صحيح. وبقلم عماد الدين أديب: قراءة أولى في كتاب الخوف كوارث دونالد ترامب. وبختم مع عون الكعكي: ما أشبه الأمس باليوم. من الشرق إلى الشرق الأوسط، وبعنوان الرئيسي: جيبوتي وأريتريا تطويان صفحة القطيعة، الجهود السعودية تثمر قمة جديدة لإنهاء النزاعات في القرن الإفريقي، بوادر جبهة مسيحية لبنانية ضد التيار، قمة بوتين أردوغان أقرت منطقة عازلة ونزع السلاح ومحاربة الإرهاب، خطة تسوية في إدلب وقصف على اللاذقية. أيضا في الشرق الأوسط: جريفيث يصطدم مجددا بتعنت الانقلابيين، عملية واسعة النطاق لتحرير الحديدة، مليار دولار استثمار سعودي لإطلاق سيارة كهربائية، أرامكو لإنفاق 133 مليار دولار على التنقيب. وختاما في الشرق الأوسط: زوجان يشتريان تايم مقابل 190 مليون دولار. من بعد الشرق الأوسط، المحطة الأخيرة مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت لليوم: عون جعجع يحارب العهد، التأليف يسابق استحقاقين، حكم وحصار، هل يجوز اتهام الجميع بأنهم لا يريدون حكومة، قمة سوتشي لا عملية عسكرية في إدلب. وبختم مع الأخبار الرياضية: البطولة الأجمل في عالم الكرة تنطلق اليوم. ومع هالعنوان الرياضي بنكون عم نختم جولتنا على عناوين الصحف. فاصل أول ونرجع من بعده منتابع أخبار صباح، خليكن.
جولة فنية وثقافية لليوم منبلشها من دار النمر للفن والثقافة اللي بيستقبل اليوم وبإطار ثلاثاء الأفلام وضمن التحية اللي عم بيوجهها الدار للمخرج الراحل مارون بغدادي. اليوم على الساعة 6 عرض لفيلم لبنان أرض العسل والبخور، هالفيلم يلي أنتج سنة 1987. حبيبي يا حبيبي ونوبري للنمو وبالتزامن مع عروض الافلام كمان عم يستقبل دار النمر معرض للمصور جوزيف كودالكا بعنوان ذا وول او الجدار، بيعرض فيه مجموعه من الصور طبعا عن بيروت خلال فتره الحرب. رح منتابع والمخرج فيليب عرقتنجي كلنا بنعرفه كمخرج ومؤلف سينمائي، ولكن ابتداء من مساء اليوم رح نتعرف عليه على مصور فوتوغرافي، فهو على مدى سنوات صور مشاهد كثيره لبيروت رح يعرضها ابتداء من اليوم بجاليري 3 بيروت بشارع عمر الدعوق، وهالمعرض رح يستمر لغايه 25 ايلول وبيحمل عنوان اوبسيشنز. الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الألماني لا زالت مستمرة وهي بالتعاون مع معهد جوتي وسينما متروبوليس. اليوم رح نكون على موعد مع عرض فيلم The Garden من إخراج سونيا كرونر بتمام الساعة 8 المساء. Ist es ausgerechnet heute passieren muss? Ja, vielleicht ist es Schicksal, dass der Blitz ausgerechnet an Muttis Beerdigung eingeschlagen hat. Diese Wespen. Das kann jetzt alles sehr schnell gehen mit dem Käufer. Ist ja ein schöner Baugrund. Was ist denn für ein Käufer? من أسبوع الفيلم الألماني إلى مهرجان الفيلم اللبناني يلي انطلقت دورته الـ 13 مبارح، وضمن العروض رح منكون على موعد مع عرض فيلم اليوم السادس للمخرج يوسف شاهين، وذلك بالعروض الموازية لأفلام المهرجان. الموعد بكرة بتمام الساعة 8 المساء بقاعة مونتاني بالإنستيتو فرانسي دو ليبان. نفسين ينسوك الدنيا وهمها. راحوا عليا فرصتين، هسيب لكم مركب الموت بتاعتكم دي و3 جنيه ونص بتوع الواد. رح ننتقل إلى ناو ببيروت يلي رح يستقبل بكرة أمسية مع نور نمري والفرقة ابتداء من الساعة 10 المساء. بيعرض الفنان جان بوغوسيان يلي شارك مؤخرا ببيانال البندقية لوحات مرسومة بالنار، وهي تقنية نادرة بعالم الفن المعاصر، وذلك بتنظيم من الجمعية اللبنانية للمهرجانات الثقافية برئاسة رندا أرمنازي وبالاشتراك مع غالوري تانيت. هاللوحات رح تعرض بمبنى صحيفة لوريون لجور القديم، وأعمال أخرى رح تعرض بكريبت كنيسة ماريوس فتاب على الجامعة اليسوعية. المعرض بينطلق اليوم وبيستمر لغاية 28 تشرين الأول.
ابتداء من بعد بكرة رح تستقبل خشبة مسرح المدينة عمل مسرح جديد بيحمل عنوان كل شي طبيعي يا عبد الله. هالعمل من تأليف وإخراج محمد دايخ، بطولة وسام صباغ، فرح الكردي، حسن نابلسي وفاطمة محمد، والعروض رح تستمر لمدى أسبوعين من الخميس للأحد. يلا فتش فتش ما بقى فيه. هيدا بيت، هيدا 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 بيت. زال زال سألهم الله يوفقهم. تستقبل جمعية السبيل مهرجان الحكاية والموسيقى، وذلك بثلاث مواعيد: ب 27 الشهر ببيت الفن بطرابلس، ب 28 الشهر بدار النمر بكليمانسو، وب 29 الشهر بمركز المطالعة والتنشيط الثقافي الحارة القديمة بصور. هالمشروع هو مشروع حكايات شعبية بتتضمن بناء قدرات الحكواتية، طاولة مستديرة حول الحكايات، وعروض من قبل المتدربين. مجموعة كبيرة من الحكواتية رح بيشاركوا، من بيناتهم جهاد درويش اللبناني الفرنسي. من شعرات من هالشعرة عمل الرجال زلمة، كمان عيناه مسكرين حطوا بغالي، قال هول بيشبهوا بعضهم، هول بيكملوا بعضهم، لازم يلتقوا ويتكاتروا. بس بدي اعرف مين منهم بياخد المبادرة، مين منهم بيقوم بالخطوة الاولى لعند التاني. ومن الأسماء المشاركة عارفة عبد الرسول من مصر، حمزة عقرباوي من فلسطين، نجوى مزهر من لبنان، وخالد نعنع من فلسطين. رح ننتقل إلى معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس، يلي رح يستقبل معرض بيحمل عنوان Cycles of Collapsing Progress من 22 الشهر لغاية 23 تشرين الأول. والمعرض بالإضافة طبعا إلى مركز أو معرض رشيد كرامي الدولي رح بيكون في مجموعة من الأعمال عم تنعرض بقلعة طرابلس الأثرية. 19 فنان من لبنان والمكسيك رح بيقدموا أعمالهم، ومن بيناتهم زاد ملتا. كمان بأجواء المعارض الفنية، موعد بيتجدد دايما بالعاصمة اللبنانية، وهي الدورة التاسعة لبيروت أرت فير يلي بتنطلق بكرة ب 19 الشهر وبتستمر لغاية 23 أيلول على وجهة بيروت البحرية. Art Fair. It's 53 art galleries coming from 22 countries. It's also 250 artists and 1600 artworks. From September 20th to 23rd, celebrate with us modern and contemporary art in all its. الفنان فلاس عنديري أو تحية كمان إلى المغني كارم محمود، هو بإطار النشاطات الكتيرة اللي بتنظمها جمعية عزة مزهر للفنون. هالموعد رح بيكون ب 22 الشهر بمركز الجمعية بالنعمة. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة. ومع فراس عنديري منكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية. وضع الطرقات حاليا مع جوال. مشغل جوزيف غاوي معنا على الخط من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، معه بنعمل جولة على الطرقات. مرحبا جوزيف. صباح الخير. كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، مثل كل يوم عم تكون حركة سير ناشطة على المدينة الرياضية باتجاه الكولا، ببلش عنا ضغط السير من الكولا باتجاه نفق سليم سلام وصولا إلى الوسط التجاري. نعم. المدخل الشرقي حركة سير ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزي، كمان المكمل من السيد باتجاه صدر إسامي اللحود حتى الكارنتينا حركة سير ناشطة. عنا حركة سير كثيفة من جسر العدلية باتجاه الأشرفية مثل ما بيّن عنا، وعنا حركة سير كثيفة اليوم من الرفيات باتجاه العدلية
كمان بنعديه من تاني يمين باتجاه المتحف. كمان هنكون حركة سير خانقة، فينا نقول بلشت الجامعات وبلشت المدارس هنيك، فحركة سير كتير عجالة. صح. كمان اللي جاية من قصقص باتجاه بشارع الخوري حركة سير كثيرة. نعم. ضمن بيروت حركة سير ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه تقاطع برج المر، بتصير كثيفة من برج المر باتجاه شارع الحمراء. اوكي. خط البحري حركة سير كثيفة كمان اليوم، يعني مثل ما مبينة كمان ورا المدارس والجامعات الموجودة بالمحلة. نعم. المدخل الجنوب المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من نهر الكلب باتجاه دبي، نكمل اوتوستراد اكيد حركة سير كثيفة وصولا الى الاشغال بجل الديب، من بعد الاشغال بجل الديب عم يرجع تصير حركة سير ناشطة باتجاه نهر الموت. حركة سير كمان كثيفة على الطريق البحرية من أنتريز باتجاه بيروت. اوكي. نكمل اوتوستراد كمان دورة حركة سير ناشطة باتجاه الكارنتينا، من كارنتينا باتجاه شهر الحلو حركة سير ناشطة، هيبلش عنا ضغط السير من جسر شهر الحلو باتجاه الصيفة. نعم. عنا حركة سير ناشطة على بلفار سن الفيل الإشارات من جديدة باتجاه الصالومة، بتصير كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك وصولا إلى جسر الواطي مثل ما ذكرنا من وراء الخط المتحف، من وراء خط المتحف اللي رايح على العدلية. آه، عملية حلقة متواصلة. نعم. هذا بالنسبة لحركة سير. بالنسبة للحوادث سجلت عنا بال 24 ساعة الماضية. نعم. سجل عنا 11 حادث، للأسف عنا قتيل و13 جريح. محاضر السرعة الزايدة 1007 محاضر سرعة. نعم. بس بدنا نقول في شغلة إنه اليوم في أشغال على أوتوستراد جل الديب، المسلك اللي رايح صوب جوني المسلك الشرقي رح ينقطع كليا من الساعة 10 الصبح 10 بالليل لغاية صباح بكرة. 10 الصبح كارثة الآن. 10 بالليل ما فيك تغلط بالتوقيت أبدا. الصبح. اوكي. من العشرة بالليل لأي ساعة الصبح؟ لا يعني خمسة أو خمسة ونص. اوكي. ورح يتحول السير من المسلك الشرقي على المسلك اللي جاي. بنفس المطرح مسرح ما عم بيصير الجسر يعني؟ مظبوط، هن بدهم يحطوا دعمات للجسر. بقى لازم يسكروا الطريق كليا. رح يسكروا الطريق كليا وبيتحول المسلك الغربي اللي نازل على بيروت هو بيصير مسلكين. يعني. اوكي. هذا كل شيء. شكرا لك جوزيف، يعطيك العافية، اتصال جديد بكرة. نحن فاصل جديد نرجع من بعده متابع أخبار صباح لليوم، خليكن. صباح الخير لكل اللي عم بتحضروا ليروحوا على أشغالهم وعم بيسألوا حالهم إذا في عجقة سير. نحن مطمنكن أنه ما في شي تغير، العجقة هي هي، بس إذا بدكن فينا نفكر سوا بالنصف المليان من الكباية. يعني تعالوا نركز على فوائد العجقة. بالأول فينا نبلش نعتبرها شقفة من صبحيتنا مثل فنجان القهوة وصوت فيروز. بالعجقة وعطول الطريق من جونية لبيروت بترافقكن نفس السيارات يمين وشمال، يعني يمكن تعيشوا قصة حب من شباك السيارة. بالعجقة كمان بتاكل منقوشة، بتقرأ الجريدة الصباحية وبتشرب أطيب فنجان قهوة. وإذا كنت مدام علقانة بنفق سليم سلام فيك تعملي فول ميك اب من مراية السيارة. من الآخر عجقة السير نعمة بيستمتع فيها المواطن العادي ومحروم منها الزعيم المسكين. عجقة السير واحدة من المشاكل الكتيرة اللي بيعاني منها اللبناني من زمان كتير، وحتى لو جربنا نلطف المشهد ما رح ننجح، لأن الطرقات جحيم يومي لكل سائق سيارة. بالبلد ملفات كتيرة ناطرة بدورة إيجاد حلول أو مراسيم تنظيمية. ملف جديد رح نضوى عليه بتقريرنا الأول لليوم، وهو ملف العدسات اللاصقة أو اللنسز. بالأسواق عدد كبير من العدسات اللاصقة المزورة أو الغير موافية للشروط الصحية. شو أضرارها؟ وكيفية تنظيم هالقطاع؟ كل التفاصيل بهالتقرير مع الزميل خالد أبو شقرة. حكي معيون أفهم في العين وأفهم كمان في رموش العين، أعرف هواهم ساكن فين وأعرف دواهم يجي منين.
مثل المكملات الغذائية، الفيتامينات والكثير من المواد الاستهلاكية. بتعاني العدسات اللاصقة من فوضى عرمة، فهالأداة الطبية اللي بتلامس أكثر الأعضاء حساسية بجسم الإنسان تباع من دون حسيب أو رقيب ومن دون أي إرشادات ومتابعة من قبل أصحاب الاختصاص للمحافظة على صحة العين. فهذه بدها اختصاص نوعا ما، وبدها متابعة مع الشخص اللي بيبيع العدسة. يعني أنت لما بتجي بتشتري عدسات من عندي بدي أشوفك بعد أسبوع لأتأكد هالعدسة نظيفة مثل ما أنا علمتك، عم تستخدمها مثل ما لازم ولا لا، عم تستخدم مع قطرات دمع اصطناعي لتوفر لها ليوني والتراوي. فبالمبدأ العام مفروض تنبيع من شخص عنده هالاختصاص نوعا ما. بيلاك بنوعية الناس قديش عم تفهم قديش بدك تحط لانسز. بتفوت عند حدا بتشتري لانسز بتقلها هيدي على سنة، بتلاقي حدا عم يلبس لانسز على سنة وهي مفروض تكون على شهر. في كتير قصص يعني اللانسز معقول تسببها للعين، نشاف العين، الكورنيا تعيتك قديش معقول تكون عندها شوية جروح بقلبها، كل هو بيلعبوا دور. سو لا، اللانسز كان لازم تكون مفروض بس بمحلات الأوبتيكات، لأنه هني بيعرفوا شو نوع اللانسز اللي عم جيبوها، كيف يرشدوا العالم كيف يلبسوا اللانسز. استسهال بيع العدسات اللاصقة بيقبلها استخفاف بمدى خطورتها من قبل المواطنين، وبالرغم من معرفة الكتار منهم بوجود عدسات مزورة وما بتستوفي الشروط الطبية والقانونية، فهن بيعمدوا لشراءها من أي متجر ومن دون اتباع أبسط الإجراءات الطبية لحماية نظرهم. ما بعرف حدد إذا أصلي ولا لا، لحديت هلأ لسه ما واجهت الشاب. بس يمكن أنا ما كتير بدقق، لأنه حتى even I don't wear it so much. Original أو مش original ما كتير بعرف، بس أنه بفضل اشتري من عند دكتور عيون مش من الصيدلية. فالواحد بيخاف انه ممكن يحط عدسات مش الاصلية ممكن تأذي له عيونه. بعمل لانسز، بشتريها من محل فوق من عندي حد البيت. عم تعمل حساسية بعيون بعض الناس بالكواليتي اللي عم يجيبوها، في كواليتي منا منيحة وفي منهم بيجي عليهم ما في عليهم اللزقة اللي ورا اللي بتيجي اللي إلها مثل انه هيدا هو المستورد المزبوط. عيونك حلوين ليش بعدك عزابي، قلبك معمين لا تخبي السر علي. عيونك حلوين ليش بعدك عزابي، قلبك معمين لا تخبي السر علي. أمام هالواقع أعادت نقابة المهن البصرية ممارسة الضغط للحد من الفوضى بالقطاع، وبالإضافة إلى المطالبة بإخراج قانون تنظيم المهن البصرية من أدراج المجلس النيابي القابع فيه من العام 2003، فهي عم تعمل على حملة إعلانية مع وزارة الصحة تحت عنوان عيونك كنز، انتبه لما تختار وتأكد من وجود الشعار. مشروع بنقابة المهن البصرية باتفاق مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد كمان، أنه يصير في دمغة تنحط على كل العدسات اللاصقة اللي عم تنباع بمحلات الأوبتيك عند الاختصاصيين، لحتى المواطن اللبناني اللي بده يشتري عدسة لاصقة كونتاكت لانسز يعرف أنه هيدي موافق عليها من وزارة الصحة مش من وين ما كان. تخيل عفوا بالصيدلية، بفكروا الصيدلي انه هو بحق له بيع كونتاكت لانسز مع انه لا، صار هلا موجودين بالمحلات الفوبيجو، محلات التياب، عند الكوافير بتكون وحده عم تعمل ميك اب بتلاقي حاطط عنده ستاند كونتاكت لانسز. المفروض العدسات اللاصقه تنباع بمحلات المجازي، المحلات مع رخصة. إرشاد المواطنين وتعريفهم على نقاط البيع المرخصة قد يكون أهم من القوانين اللي عادة ما عم بتكون إلا حبر على ورق. هالدنيا شو حرزانين، عنيهم كلهم حلوين، احترت بأمري بنقي مين، سرقوا عقلاتي مني. منتابع حلقتنا ومننتقل إلى بسكنتا بالذكرى 9 على رحيله. نظمت مؤسسة الدكتور وديع الحاج لقاء تخلل إعلان عن مشاريع جديدة بالإضافة إلى الإضاءة على البرامج يلي تم تنفيذها بالسنوات الماضية. تقرير. قبل كل شيء الصحة،
يلي ما معه مصاري يتحكم، هو هيك مؤسسي هي خلقت لإله. كل شيء مستفيدين من المستوصف، من صليب الأحمر أهم شيء، من الخدمات، ما بيترك حدا. دايما لما أكون صخرة دايما بروح على المستوصف، لأنه هو أحسن مستوصف، أقرب مستوصف على الضيعة. بضيعة بسكنتا كانت البداية لعمل إنساني اجتماعي استمر لأكثر من 40 سنة عن طريق طبيب لقب بالمنطقة بطبيب الفقراء، هو الدكتور وديع الحج اللي غيبوا الموت منذ 9 سنوات، ترك خلفه مؤسسة حملت الشعلة والرسالة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية. فبكاتدرائية مار يوسف ببسكنتا أحيت مؤسسة الدكتور وديع الحج الذكرى السنوية 9 لرحيله بحضور الأوركسترا الأرمونية الوطنية تابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي. نحن بحاجة لهيك أشخاص، شباب جيل جديد عنده أفكار وعنده طموح، عم بيسخرها لمصلحة المواطن والبلد، مش عم بيسخرها لمصالحه الخاصة. والأهم من هيك أنه يضل في استمرارية، يعني الله يرحم الحكيم توفى، هلأتني في شيخة ورازي عم بيكملوا، هي شغلة كتير مهمة. ضيعتنا نائية، مش دايما في أطباء بالضيعة تتساعدهم، في ناس كمان معاش الماديات الكاملة تتقدر تنزل على المدينة بتتطبب. أقرب شيء هون لبسكنتا بنوصل على ظهر السوان، يعني إذا حدا لا سمح الله صار له شيء أو حس بشيء معين، كريزة قلب أو غيره، ما بيوصل على المستشفى، وبالتالي طبعا أي شيء ببلسم، أي مبادرة مثل هاي المبادرة اللي قام فيها رازي الحاج طبعا بتبلسم. أنا نبقى على هيدا إذا بدك النمط، على هيدا الإصرار أنه يبقى في شعل الضوء رغم كل المصاعب اللي عم يتخبط فيها بلدنا، هيدي إذا بدك مهمة المؤسسة من خلال كل المتطوعين، فريق الأطباء، جهاز التمريض، المسعفين، كل الناشطين معنا. بيتخلل الاحتفال عرض لأبرز الأعمال اللي نفذتها المؤسسة خلال عام، لتعلن مع كل سنة مشاريع جديدة، فتوجهت هالمرة للشباب والشابات اللي بيعانوا من البطالة بجرود المتن وكسروان، فتم التوقيع على مذكرة تعاون مع لابورا لفتح مكتب توظيف ببسكنتا، من خلاله بتم تدريب الشباب وتمكينهم للدخول إلى سوق العمل. بتصور إنه مركز وديع الحج بيكون عم يوصل لأهدافه، ولابورا بتكون عم توصل لأهدافها، لأنه أجمل شيء بهالحياة أنا اختبرته بعد 56 سنة من الشغل هو خدمة الآخرين. أنه كلهم اللي عم بيطلعوا مخرجين من الجامعات عم بيقعدوا ببيوتهم، ما في عندهم أشغال وبطالة كبيرة. طبيعي هذا بإطار برنامج إنماء الريف وإنماء القرى البعيدة عن المدن، أكيد إحنا منشجع على هالطاقات هيدي. كتير كتير المؤسسات الاجتماعية عم بتسكر محل كبير من معاناة المواطن اللبناني، لأنه عن جد المواطن شوي صار متروك. أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع، ليس فقط لبسكنتا، إنما لكل المتن كمان. ومن العمل الإنساني والاجتماعي إلى فقرة كلمة اليوم، لنشوف كاميرتنا بمين التقت، وطبعا شو هي الكلمة يلي اخترنا لكم إياها. مش
مصيف بيتي ببيروت ومرتاح الحمد لله تمام. سقطت على نص علامه بالسيرتيفيكا، على نص علامه سقطت، يعني لو اخذت نص علامه بالدكتاه فهم شو كنت الجحات كنت كفيت العلم. قمت تحت كراج حداد وبويه وزين السيارات فهم شو، والحمد لله الله رزقني واشتريت بيت بالجبل واشتريت بيتي ببيروت واشتريت محلين. كانت قليل السيارات بس اللي كان يعرف يشتغل وكان سادي بشغله فهم شو، ما كان يغش وما كان يصرف مال غيره فهم شو يصرفون، هذا ما بربي. بس اللي بينه اللي بيشتغل بصدق وبيشتغل بإخلاص الله سبحانه وتعالى بيعطيه. كانت مهنة قليل بس أنا كان عندي شغل بلاوي كان ايه فهم شو، على زين كنت مشهور محلي بعده هلا بعده الجامعة العربية. المدام قصتها قصة. المهم نحن وجايين من الجبل كنا مصيفين بوباع، وصلنا على بعد الشماي قام ابوه على مرتي هاي اللي هي مرتي فهم شو ظاهر من مفرة وخي صي السيارة قام شحط فريم قام اللي ورا منها ضربني. قام ابوه كان مسبب قام شايف ابي الله طول بالك ابوه مين اللي بعرفك كذا مش تالي تعال عندك. قال له شو عندك اولاد؟ ابي الله شو عندك اولاد؟ قال له عندي والله 4 صبيان وبنتين. قال له والله عندي اصحاب بدي اخطب له. قال له خليني اشوفهم. قام فرجوني اياه هي ذاتها رحت لهنيك شفتها عيب يحكي لك شو صار معي انه انتركت يوم مالي عنه والله مفوت على الحمام يلا قوموا يلا قوموا. انزلنا صرنا على الطريق عملت على الطريق بالضروبة فهم شو طلبناها قعدنا سنتين وتجوزنا مرة حادث السيارة اتزوجت تمثيلية أنا بحب أم كلثوم فهم شو بحب عبد الوهاب كله أي غنية بدك إياه بس تسمعني أم كلثوم أنا بسرغز يا فؤادي أمل حياتي مثلا في كتير أغاني والله منقول رزق الله على هذيك الأيام والله هذيك الأيام كانت ما بتنعاد خلاص يا دعانا والله هذيك الأيام كانت كل الأراضي كانت فاضي كلها رمل كان أضخم بيت كان طابق طابقين وما كان في بنايات كله كان رمول كنا نمشي حفاية على الظلال هان وهان بس هلا جارك ما بتعرفه جارك بصدق بيته بنت البيت ما بتعرفه كارثة بيت الغريب بيناتنا بيت الغريب الغريب فات كلمة اليوم أحسن من بكرة الاتحاد السوفيتي وصول الإنسان إلى القمر حادثة 11 أيلول صعود الصين كقوة اقتصادية وسلسلة أخرى من أحداث عالمية مفصلية حدثت بالفعل ولكن المتابع بدقة لا أفلام هوليوود بيلاحظ أنه هالأفلام تنبأت بكل هالأحداث وبشكل مثير للدهشة بدءا من العام 1922 بالفيلم يلي عم نشوفه هلأ Woman in the Moon يلي صور قبل 40 سنة أو صور قبل 40 سنة صعود الإنسان إلى القمر ولليوم بقيت هوليوود على إنتاج أفلام من المفترض إنها خيالية ولا يمكن أخذ أحداثها بعين الاعتبار إلا أنه اتضح فيما بعد أنه هالأحداث حدثت بالفعل. اليوم رح نقدم مجموعة من الأفلام يلي تنبأت بأحداث سياسية أو اجتماعية وتكنولوجية وتحققت هالأفلام أو هالأحداث بالفعل. It's a list of dates. Every major global disaster for the last 50 years in perfect sequence. The next number on the chain predicts that tomorrow 81 people are going to فيلم نوينج يلي انتج العام 2009 بيستحق انه يكون الاول على هالقائمه. الفيلم تنبأ بسلسله من الكوارث حدثت بالمستقبل ولكن التنبؤ الاكثر غرابه هو لما مذيع نشره الاخبار قرأ بالفيلم خبر انفجار منصة بحرية لاستخراج النفط بسبب تسرب نفطي بخليج المكسيك وبالعام التالي شهدت عناوين الأخبار الخبر نفسه انفجار حقيقي لمنصة للنفط
بالخليج المكسيكي. Tonight in the Gulf of Mexico, an explosion on a soon-to-be-decommissioned oil rig triggered a fire which burned for 3 hours before it was extinguished. Officials don't yet know the exact cause of the explosion. أمريكا ثون هو أيضا واحد من أبرز الأفلام يلي تضمنت سلسلة من التنبؤات تحققت فيما بعد بالفعل. هالفيلم يلي أنتج العام 1979 تنبأ وبشكل كتير واضح لا يقبل الشك بأهم الأحداث السياسية العالمية يلي حصلت بعد سنوات عديدة من إنتاج الفيلم، أبرزها تدهور الاقتصاد الأمريكي، سقوط الاتحاد السوفيتي، وبزوغ النجم الصيني، وصعوده كقوة اقتصادية. Flash! The Jews and Arabs have joined forces to form the United Hebrew Republic. Bad planning is why your country is in the toilet. Her country is flat broke. I know a way to raise money. A telethon. Shake it up. أما فيلم واك ذا دوغ يلي أنتج العام 1997 فكانت أحداثه بتدور حول قيام الرئيس الأمريكي بفضيحة جنسية مما استدعى قيام منتج من هوليوود وشخص آخر باختلاق حرب وهمية بين أمريكا وألبانيا لإلهاء الرأي العام عن فضيحة الرئيس الأمريكي. بعد إصدار هالفيلم بسنة واحدة فقط اعترف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بفضيحته الجنسية مع مونيكا لوينسكي، وبالعام 1998 قامت القوات الأمريكية بقصف 6 معسكرات بأفغانستان ومصنع للأدوية بالسودان. The president spent the weekend pressing the flash. He wasn't campaigning, he was dating, actually. Now, Washington's top spin doctor. We can distract the press for 11 days till the election. I think we got a chance. Has an idea. We can't afford a war. We're gonna have the appearance of a war. But he can't pull it off without Hollywood's top producer. Do I know you? We have some mutual friends in Washington. Why come to me? We want you to produce. You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant. We need a theme, a song, some visuals. We need, you know, it's a pageant. New Line Cinema presents. How close are you to this? مستمرين مع الأفلام يلي تنبأت بالأحداث، والعام 1999 تم إنتاج فيلم شهير The Matrix، وبتدور أحداث الفيلم بإطار خيالي عن عالم افتراضي صنع من أجل تهجين الإنسان وإخضاعه لاستخدامه كمولدات طاقة. الفيلم تنبأ بكارثة انهيار البرجين بأحد مشاهده، كما ظهر الموعد المحدد لهجمات 11 سبتمبر على جواز سفر بطل الفيلم. You have a social security number, you pay your taxes, and you help your landlady carry out her garbage. The other life is lived in computers. Zürich, Florida. آخر مثل هو المثل الأهم على الأفلام يلي تنبأت بالمستقبل، و 2001 A Space Odyssey رائعة ستانلي كوبريك. على الرغم من أنه أنتج هالفيلم بنهاية الستينات، إلا أنه أبهر الكثير بكونه سابق لعصره وقدم دراسة علمية لمستقبل البشرية، وتنبأ أيضا بجهاز الآيباد حيث أشير له بدقة على أنه نيوزباد، جهاز لتلقي ورصد الأخبار الإلكترونية. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. مريم. نعم. شو هالخبرية اليوم؟ خبرية عظيمة. مريم، كل هالأحداث يلي تنبأت فيها هوليوود من خلال الأفلام
هل برأيك قتل بالصدفة أم أنه هناك منطق ما بتفسير أحداثها؟ هي أكيد جوال بعد أتى عن طريق الصدفة، وبعد الآخر كانوا صناع عندهم قدرة على قراءة الواقع وترتيب الأحداث، ومنه أكيد قدروا استشرفوا المستقبل. أما الجزء الأكبر منا فكان بعتقد مخطط له، وأكيد ما أتى عن طريق الصدفة. وهون بناخد مثال هو المسلسل الإلكتروني الشهير The Simpsons، وهو أكثر مسلسل قدر يتنبأ المستقبل بشكل مدهش. مزبوط. من حادثة 11 أيلول وبعدين فوز ألمانيا بكأس العالم بالعام 2014، لما تحققت كل هالتنبؤات بهالمسلسل حاولوا الناس يحللوا هاللغز، وخلاصة التحليلات الجادة حول هالموضوع كانت بأنه هالتنبؤات منا صدفة، ولكن هي قائمة على استراتيجيات وتكتيكات ومخططات سرية إلى غاياتها المختلفة. ويلي عم نعتبره تنبؤ أو صدفة هو بالحقيقة معرفة مستندة استناد كتير كبير على البحوث أو على العمليات أو على العمليات الاستخباراتية. بفتكر ما بقى خفي على حدا بأنه أمريكا تستخدم هوليوود وأفلامها يلي لهم تأثير كتير كبير على العالم لتمرير رسائلها والوصول إلى أهدافها وغيرها. مزبوط. حتى نعم. المسلسلات الكرتونية مثل مية بالمية جوال. نعم مريم، هيدا بالنسبة للأفلام الهوليوودية، ولكن في أفلام عربية قدرت تتوقع المستقبل؟ يعني فينا نقول أنه في أفلام عربية استشرفت المستقبل. إجمالاً أفلام عادل إمام كلنا بنعرف هي أكثر أفلام عندها عمق رؤية وقدرة على قراءة الواقع وترتيب الأحداث، إن كان بفيلم طيور الظلام اللي أنتج العام 1995، والفيلم تنبأ بأحداث مصر الحالية من عزل محمد مرسي لليوم، وكمان في فيلم النوم في العسل لعادل إمام كمان، وبالتحديد المشهد يلي خرج الشعب بانتفاضة. ولما عرض هالفيلم كان المسيطر على الإعلام هي فكرة الفيلم الكوميدية الجريئة يلي بتتحدث عن انتشار ظاهرة العجز الجنسي بظل الصمت المجتمعي، ولكن يلي بيشوف الفيلم حاليا بيشوفوا بشكل مختلف تماما. الفيلم استشرف حالة ثورية تطيح بالنظام الحاكم، والغريب انه الجماهير بالفيلم وقفت امام مجلس الشعب يلي كان بالفعل سبب للثورة ب 25 من وقتها. تصير الاحداث بنصير نشوف الفيلم نعم. بطريقة نرجع مختلفة، نرجع نستعيد ونرجع بنشوف انه عن جد كان رؤية وجدا. اوكي، وهلا شو رح نختم؟ نختم بمشهد من النوم في العسل اكيد. يلا شكرا مريم. العلاج عندي لو عايزين. بتقول ايه حضرتك؟ بقول العلاج عندي لو عايزين. ايه اللي عاوزين؟ انت انا بص رجلك رجل خلفوك. اللي عايز يبقى كويس بوم حديد يجي ورايا. يجي على فين يا حضرتك؟ ملهاش لازمه الاسئله، ما انتوا طول عمركم بتسالوا ومحدش بيرد عليكم. اللي عايز العلاج يقول ورايا. رح منتابع مع ضيفنا لليوم الدكتور رياض صقر، نائب رئيس جامعة اليو اس تي ومؤسس امريكان هاي سكول، مدرسة جديدة انضافت على لائحة المدارس اللبنانية المتخصصة يمكن بالمناهج الامريكية. مبروك اول شيء افتتاح المدرسة، وصباح الخير دكتور. صباح النور، الله يخليك. صباح الخير. ومدرسة جديدة. ايه نعم صباح الخير. مدرسة جديدة بس بلشتوا كمان بحملات اعلانية اكثر لتعرفوا الناس اكثر عليها، ويمكن على المناهج الدراسية الجديدة. خلينا المناهج الدراسية الجديدة قديش صارت هي جزء أساسي من كل المدارس اللبنانية يلي صارت يمكن عم تحذي حذوكم وحذو المدارس بالخارج؟ أنا بتعرفي أنه بدلك ملتزمة بالقوانين اللبنانية، لأنه في مناهج بتحطها الدولة لازم نلتزم فيها، بس طريقة التعليم انت يوصل للهدف للليرنينج أوتكم عند الطالب تتغير من مدرسة لمدرسة. الكتب هن زيتهم، الطريقة تقريبا هي زيتها، اللي المطلوب منا انه يجاوب على الامتحان، بس الطريقة لازم يفكر فيها التلميذ
تيقدر يجاوب هيدي اللي ما عم نستعملها نحن عادة. فعم نجرب نغيرها بهالطريقة انه خلي التلميذ هو لحاله يقدر يبلش يطلع بالنتيجة يفكر ويستنتج وقتها يقرأ. يعني نحن هون صار بوجود اللابتوب والايباد والتابلت بطل الولد بحب يقرا بحب كل شيء يكون بسرعه قدامه بحب يشوف ويحضر اكثر ما هو صار بجال اكثر. دكتور عم نحكي عن المدرسه الحلم يعني اللي كنا من زمان نحلم فيها انه بلا شنطه وبلا درس بعد الظهر وهيدي المواصفات ما بعرف قد ايه فينا نطبقها على مجتمعنا لانه الامريكان هاي سكول رح تتبع هالمنهج اكيد. يعني انا عم بتطلع انه بعد يمكن شيء 15 سنة يبطل في جامعات يصير كل الجامعات أونلاين مثل ما صارت بأمريكا. هلأ عندك مئات الألاف الطلاب عم يدرسوا أونلاين صح. فبعد إذا ما حضرنا الولد من هلأ أنه لازم يتابع التكنولوجيا ويستعمل التكنولوجيا لمصلحته الشخصية رح يوصل من بعد 12 سنة مدرسة وثلاث سنين جامعة لسوق العمل إذا منه حاضر ما حيقدر يقلع. فدفنتلي الكتاب له حضور بقلب الصف بس تيحمل التلميذ شنطة رايح جاي على البيت ما إلا زوم صار الكتب كلها موجودة على التابلت بيقدر يخدها على البيت إذا بحب يراجع بس بالأي اتش اس رح يكون الدرس بالمدرسة يعني رح يخلص التلميذ درسه بالمدرسة ويفل على البيت الساعة 5 بعد الظهر. العام الدراسي بلش عندكم انطلق بنبلش نحن ب 27 ايلول يعني اوكي بعد الاسبوع المقبل يعني اوكي. وعدد التلاميذ يعني بس نعرف انه مدرسه تم افتتاحها جديد قديش الاهل بيكون عندهم تنقول ثقه انه هن عارفين على اي مؤسسه تربويه اولادهم فايتين. هلا الحلو بالاي اتش اس انه هي تابعه لجامعه الاي يو اس تي فمصداقيه الاي يو اس تي اللي عم تخلي الطلاب واهاليهم يجوا. في عنا تلاميذ تخرجت عم يجيبوا تلاميذة على تخرجت من الجامعة وعم يجيبوا تلاميذهم هلأ على المدرسة. فهيدي الاستمرارية اللي عم نفتش عليها كنا الحمد لله في عنا عدد بكل صف تقريبا بين العشرة واثناشر تلميذ وهذا العدد بكيفوا عليه الأهالي بعقب وفي اللي عاملينه سبيشل انه في عندك ثلاثة ايام في هومورك للتلاميذ بعد الظهر وفي ثلاثة يومين اكتيفيتيز يعني مش بس مريحين الاهل من التعليم بعد الظهر بعد ما يرجع من شغله مأمنين لهم النشاطات اللي خليه يرجع ينبسط تيقضي بعد الظهر وقت جيد. طيب لقيتوا عقبات معينه انه شو العقبات المعينه اللي وقفت بوجهكم يمكن تطورتوا هالمنهج او قدمتوا هالمنهج؟ لك اهين شيء واحد يعمر بنايه ويحط فيها كراسي وطاولات وكمبيوترز وانتر اكتيف بوردز وال سي ديز وهيدا اصعب شيء عنا انك تلاقي الاستاذ الخارجي يكون بقلب الصف لا نقدر نوصل الرساله للتلميذ. يعني في عندك اساتذه معهم شهادات وبيقدر يقف يحكي بس ما عم يقدر يوصل الرساله. فنحن ما بهمنا بالصف انه شو بيعلم الاستاذ بهمنا شو التلميذ بيتعلم وهيدا اللي رح نجرب نوصل له انه نلاقي الاستاذ. وعنا كل الصيفيه نحن هلا عم ندرب الاساتذه اللي وظفناهم يعني من اصل 200 استاذ اللي عملنا لهم انترفيو تقدرنا وظفنا 30 شخص متفرغ هلا بالمدرسه غير المتعاقدين. فالحمد لله توفقنا في عنا اساتذه من لبنان في جبنا اساتذه من برا لبنانيه بس كانوا برا وقدرنا رجعناهم كانوا حابين يرجعوا خاصه لعيش مع اولاده وعم يشتغل برا حابين يرجعوا. فهيدي نحن توفقنا فيها. يمكن الايكونومي برا سوق الايكونومي برا عم يكون مفيد لنا تيرجعوا هاللبنانيه على بلدهم صايبهم خير لنا. دكتور حضرتك نائب رئيس جامعه الاي يو اس تي ونحن بنعرف انه صار في خطوات جديده بالحقل الدراسي اذا بدنا نقول بنعرف التلاميذ على اختصاصات معينه السوق بحاجه لها. بس مع هيدا وكله ما بعرف قديش عم بيكون في تصريف لهالاختصاصات او ما بعرف قديش عم بيكون في مجال لسوق العمل. ما بعرف كيف لازم ناخذ هالشيء بعين الاعتبار ونوجه توجيه صحيح للطلاب. يعني انا اذا في بس ارجع شوي للمدرسه توصلك على الجامعه. ايه بفضل. بالمرحله الابتدائيه بالمدارس بلبنان في عنا تقريبا 100,000 تلميذ. اللي بيطلعوا منهم على المرحله المتوسطه بيبقى منهم 60,000، يعني بنخسر 40,000 تلميذ من بعد عمر 12 سنه. وبينزلوا هالولاد على سوق العمل
عم يشتغلوا بوظائف كتير خطرة، عم يصير في استغلال لإلهم، ما عم يندارو مزبوط. بينما لو عملنا مثل ما كل العالم بيعمل انه العمر ل 15 سنه كانوا هالولاد بيفوتوا مهني بيتعلموا مصالح، ولبنان بحاجه كثير يلي هن مزبوط. نحن اشد نحن من اصل ال 100,000 بيوصلوا للهاي سكول للبكالوريا 30,000 تلميذ، 35,000 ل 30,000 منهم بينتقلوا للجامعات. من ال 30,000 اللي بيتخرج منهم بالجامعات كل سنه تقريبا بال 25,000. اوكي، كم واحد بيلاقي عمل؟ هلا بلبنان عم نقدر نأمن بين القطاع الخاص والقطاع العام بحدود ال 10,000 وظيفة، وعم يبقى منهم بين ال 15 وال 20,000 شي بيسافر من المهني اللي عم يتخرج تأس وقلتي، وبين الأكاديمي قاعدين بلا شغل. ف مش لأنه ما في شغل بهالاختصاصات، لأنه كانت عندنا 50% من طلابنا يسافروا على دول الخليج أو يكملوا دراستهم برا. هلأ ماديا ما عم يقدروا يكملوا برا، وسوق العمل بالخليج هن عندهم مشاكل اقتصادية عم يرجعوا اللبنانية. فنحن عم نجرب نساعد الطلاب انه هن يفتحوا وظائف، يعني يعملوا ستارت اب كومبانيز، يعملوا بيكم انوفيترز، يفكروا بهالطريقة أكثر ما يقولوا أنا بدي أتعلم لروح فتش على وظيفة. يعني روح الانتربرنار يمكن تزرعوها بذهنهم، وهيدي بدها تبلش على عمر صغير. يعني بالمدرسة نحن رح نبلشها من عمر 12 سنة ليبلش الولد يفكر انه بدنا نخلق شركة، على وقت ال 15 سنة يكون راسه عم يفكر انتربرنار، توقت يوصل على المدرسة على نهاية الدراسة بالمدرسة وأول الجامعة يفكر انه انا بدي افتح شركتي. شو الخط اللي انا بدي افتح شركتي؟ ما عم فكر بس شو بدي اتوظف. ومش بس هو بيكون مستفيد، بيكون عم بيفيد غيره كمان، لانه اكيد بهالشركه رح يعوز موظفين والى اخره. نعم. دكتور رياض صقر، نائب رئيس جامعه الاي يو اس تي ورئيس الامريكان هاي سكول، شكرا لحضورك معنا باستوديو اخبار الصباح، وكل التوفيق لكم بعامكم الدراسي الاول. ميرسي، اهلا وسهلا. فاصل اعلاني وبنرجع. نحن رح نتابع حلقتنا المشاهد اللي عم نشوفهم من مسرح الدمى. رح نحكي أكثر عن فرقة إيد وحدة دمى مع عبد العزيز العائدي. أهلا وسهلا فيك عبد العزيز، حضرتك مخرج. رح نحكي أكثر عن عروض العمل. عايش بألمانيا كانت عم تخبرنا، وهنيك كمان اشتغلت بمسرح الدمى. شوي يعطيني الفرق بين مسرح الدمى هنيك وهون. هلا شوي بيختلف الحقيقة. أنا اللي يعني اشتغلت قليل بمسرح الدمى هناك، لكن هناك يعني في مدارس كبيرة بالدمى. أنا عملت ورشات بأكثر من مكان. الإمكانيات بتختلف، وفي رعاية لهي القضية من الدولة، من قبل الدولة خصوصا. بس نحن هون غبنا شوي كأنه عن مسرح الدمى، هلا رجعنا عم نشوف حضور لإله أكثر على مسارحنا. كل ما تعقدت الحالة الاجتماعية والناس ما قادرة تعبر عن نفسها، بتستخدم الدمى لحتى تمتلك الجرأة لتحكي الشيء اللي ما بالعادة ما بتقدر. يعني تقوم. بعد إذا تأزمت أكثر بنصير نشوف فنون تانية يمكن. بالضرورة. بتابع مسرح الدمى هون، يعني بنعرف من التسعينات في كريم دكروب، هو يعني بادر واخذ على عاتقه هالهم الكبير، وصار في ثقافه لمسرح الدمى بلبنان. كنت تتابع اعماله؟ طبعا تابع اعماله. الاستاذ كريم حدا كثير اشتغل بهذا الجانب، وفي كمان في مجموعه كهرباء. صح، مؤخرا صارت هي معاصره صارت. بيشتغلوا كمان بطريقه حلوه، والحقيقه في تنسيق بيننا وبينهم مع مجموعه كهرباء. طيب، فرقة إيد وحدة دمى مؤلفة من 14 شخص، أسستوها من سنتين. هلأ في عندكم جولة رح نحكي عنها، بس قبل ناخد فكرة عن الفرقة سويل. اسمي ماري. كان بدل من ما يستعدرتك جاري مني تتعلم. حدد حالك ما تحددني. عمر باكر. بيكاسو هيدي اختي. شو؟ اختار؟ ايه راكب بعد؟ أنا اسمي
اوكي المشاهد اللي عم نشوفهم هن من تمارين العروض اللي رح بتصير. العرض بعنوان دوما بورتري، عم نشوف في اطفال يعني في اشخاص صغار، قد ايه هين انه تمرنهم على مسرح دوما؟ هي الحقيقه نحن بلشنا بالاطفال، اول سنه كانت الفرقه فقط مكونه من اطفال من 12 عضو، وبلشنا معهم الحقيقه من الصفر. عملنا مشغل وعملنا استوديو وعنا اماكن للتدريب بشاتيلا، واشتغلنا معهم لمدة عام كامل. بلشنا من تمارين تحفيز الخيال لبناء الكاركتر والشخصية، تصنيع الدمى كمان، وتصنيع الدمى هن بيصنعوا دمى، وحتى علمناهم انه هن يعلموا الاطفال الاخرين كيف يصنعوا دمى من الجربات، وهيدي كتير بنعملها لما بنطلع بنعرض بمدارس او بمخيمات او حلو. خلينا نقول انه الفرقه بتضم اعضاء من لبنان، من فلسطين، ومن سوريا، يعني هالقد منوعه ومشكله. قلت لنا بالاول بلشت مع صغار، هلا صار في اشخاص يعني كبيره كمان معك بالفرقه؟ نعم، نحن من 4 أشهر اخذنا مجموعه كورشه، والحقيقه ورح ناخذ منهم اللي بقوا حنضمهم الى الفرقه. مين رح بيكون بدوما بورتري؟ مين رح منشوف عم بحرك الدمية؟ هالشباب والصبايا او الكل؟ الكل الحقيقة. نحن الدمى او بطري هو سير ذاتية للدمى، لكن الحقيقة هي سير ذاتية لمحركينها. كيف يعني؟ الدمية هي سفنجة بالآخر طبعا، انت بتخليها يعني تعيش، يعني الاشخاص عم بيحكوا عن حاله بالضبط، بس هو اوتو وتري للدمية، بس نحن يعني بنستخدم الدمية لحتى نحكي عن ذاتنا. اوكي، العرض وين رح بيكون؟ العرض رح يكون بمترو المدينة ب 30 سبتمبر و 1 اكتوبر. امسيتين، وبعدين في عندكم عروض ثانية، يعني ما بعرف قديش المدارس والادارات بالمدارس بتهتم انه تقدم عروض دمى للطلاب. الحقيقة لا، نحن كنا من اسبوع بالجنوب وعملنا عرضين بالجنوب، كمان بنشتغل على اشياء محددة، مثل يعني كنا بالجنوب الاسبوع الماضي قدمنا بالمخيمات مع مؤسسة الجنا عزمونا، فاشتغلنا على موضوعين اللي هن على موضوع التعددية للشباب وعلى حل النزاعات. فقدمنا مسرحيات صغيرة، سكتشات بتعلق مش نفس العرض. لا مش نفس العرض، مسرحيات تانية. طب خلينا نحكي عن تصنيع الدمى يلي هو كمان تخصص بحد ذاته، عالم. يعني مش انه الدمية انت عم تجيبوها جاهزة وتتمرنوا عليها، عم بتصنعوها كمان. نحن بنعمل الكاركتر تبعها بالأول. عنا يومية، عنا أسبوعيا حصتين رسم، كل حصة 3 ساعات بيحاولوا الأطفال يرسموا كمان كاركترات اللي بندمج فيها الحقيقة أو الواقع مع الخيال، ومن ثم بنبلش بتصنيعها وبننحت على السفنج، بنعمل قوالب، بننحت على الطين. عندنا مشغل كامل حقيقة لتصنيع الدمى وحابين نطوره. مين بيشتغل بتصنيعهم؟ مريم سمعان زميلتي وشريكتي بالمشروع الحقيقة، وهي فنانة كتير جميلة وعملت كاركترات حتى يعني باعتراف رئيس جمعية. تعرف شو حلو؟ عم نشوف بالمشاهد للتمارين انه الاشخاص مبينين، يعني عادة الدمية بتتحرك ما بنعرف مين عم بحركها وما بنشوفه. نحن لا، هون عم نشوفهم. ايه لا ايه صح، للشخصيات كأنه مقصودة، يعني مقصودة تبينوا. هو خيار فني حقيقة، لأنه هون في يعني في حكي ما بين الدمية وما بين محركها. يعني في حوار، في حوار بينها. اوكي اوكي، لكل اللي بده يعرف اكثر، دوما بورتري من تنفيذ فرقه ايد وحده دوما ب 30 ايلول 1 تشرين الاول على مسرح مترو المدينة. اهلا وسهلا فيك المخرج عبد العزيز العائدي، يعطيك العافيه. شكرا. وعروض موفقه ان شاء الله. شكرا. اهلا وسهلا فيك. نحن لهون بنكون عم نختم حلقتنا ونختم مع رياضه، بنشوفكم بكره، باي. سمحت الرياح الخفيفة لفئتين فقط باستكمال السباقات في اليوم الأخير من حدث الإبحار في بطولة كأس العالم في إينوشيما باليابان، وحصل إليوت هانسون بحار بريطاني على الميدالية الذهبية بفئة الليزر للرجال، بينما سارت ماريت بونفيستر من هولندا للفوز في مسابقة راديال ليزر النسائية على خليج ساغامي. ألغيت العديد من سباقات الميداليات بسبب النسيم الخفيف، بما في ذلك فئة الرجال والنساء 470، حيث منحت الميداليات الذهبية للفريق الياباني كيجي
أوكادا وجامبي هوكازوكو، إلى الجانب الرجالي والفريق الهولندي لافروديت كيرانوكا وأنالويوس فان فين في مسابقة المرأة. ومن المقرر أن يكون مكان أونوشيما جنوب غرب يوكوهاما المكان الأولمبي للبحار في ألعاب طوكيو الصيفية 2020. اشتبك المنافسون مع الرياح والأمطار في المرحلة السادسة من سلسلة سكاي إكسترا سكاي رانر العالمية مع كيليان غورنيي الإسباني وهيلاري جيراردي في الولايات المتحدة في المرتفعات الاسكتلندية. 203 عدائين من 28 دولة كانوا عم بيجوا للدورة بالقرب من قرية كينكوشك فلين غرب اسكتلندا، وشهدت العدائين صعود لمسافة 32 كيلومتر أي 20 ميل مع 2700 متر 8858 قدم من التسلق العمودي، وأيضا 55 كيلومتر انخفاض و 4700 متر كانت ارتفاع بسبب سوء الأحوال الجوية. أنهى غورنيي في زمن 3 ساعات و 40 دقيقة و 33 ثانية السباق مع السويدي أندري جونسون الثاني في 42.33.03، واحتل الإيطالي دانيال يونغ المركز الثالث في سباق وفي أول ظهور له في هذا الموسم. انتهى سباق السيدات بسباق دراماتيك إلى الخط مع تسجيل جيراردي في المركز الأول بفارق 7 ثواني عن جاسمين باريس في بريطانيا العظمى، وأجت بريطانيا بيترسون من الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة ب 25.44.04، وشملت سلسلة سكاي رانر وورد على 10 سكاي كلاسيك و 8 سباقات سكاي إكسترا، مع سباقات سكاي إكسترا عادة أطول وأكثر ارتفاعا. الجولة التالية من سلسلة سكاي إكسترا والسباق قبل الأخير لهذا الموسم هو في باغا إسبانيا يوم 29 سبتمبر، وهو أيضا أطول سباق هذا الموسم ويمتد على مسافة 110 كيلومتر مع 6800 متر. فاز مارتن سونكا من جمهورية تشيك بالدور السادس من سلسلة سباقات ريد بول الجوية بفارق ضئيل على يوشيد موراي الياباني في النمسا، وأصبح سونكا الطيار الأول في السباق الجوي لتسجيل ثلاثية من الانتصارات المتتالية منذ عام 2010. كل الطيارين الأربعة في المباراة النهائية كانوا قراب من بعضهم البعض في النهاية، وحل ميرويا في المركز الأول ليحتل المركز ب 59.324 بالألف من الثانية، وبدأ بأنه لا يهزم، ولكن سونكا الذي كان وراء مورويا في أوقات الانقسام تمكن من شق طريقه للفوز. وأجى الأسترالي مات هول في المركز الثالث مع الفرنسي ميكا براجو في المركز الرابع، ورح تشهد نتيجة فوز كل من سونكا وهال على مايكل جوليان في الترتيب مع سونكا برصيد 64 نقطة و 58 لهول، وجوليان أي اللي لا يمكن أن يحتل المركز 12 في النمسا سوى بتسع نقاط عن المتصدر. سجل زلاتان إبراموفيتش هدفه رقم 500 في مسيرته عندما خسر لوس أنجلوس جالاكسي أمام تورونتو في الدوري الأمريكي الممتاز نهار السبت، وقد تميز هذا الإنجاز الذي جاء في وقته مع أمثال برشلونة وأنتر ميلان وإي سي ميلان وبي أس جي ومانشستر يونايتد وأجاكس والسويد برسوم متحركة من جانب فريقه. على الرغم من أنه إبراموفيتش حصل على هدفه من خلال ردة فعله المعتادة، إلا أنه لم يتمكن من فعل أي شيء لمنع فريقه من الخسارة بنتيجة 3-5. حقق البطل الأولمبي في الماراثون الأولمبي إليود كيبتشوغ رقم قياسي عالمي رائع بمسافة، حيث حلق لأكثر من دقيقة في أفضل الألقاب السابقة من خلال جولة مبهرة في برلين بألمانيا. ودافع كيبتشوغ البالغ من العمر 33 سنة واللي يعتبر على نطاق واسع كأفضل عداء ماراثون في العصر الحديث، دافع عن لقبه في سباق ماراثون برلين العام الماضي بزمن رسمي لمدة ساعتين دقيقة و39 ثانية في يوم كان خريفي مشمس، ودافئ على طول ملعب داخل المدينة المسطح لتتغلب على أفضل رقم حصله دينيس كيمتو في العالم لمدة دقيقة 18 ثانية في برلين في عام 2014.